أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية افتتاح 18 مسجدا تنفيذا لخطة الدولة لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية. أوضحت مديرية الأوقاف في الدقهلية أن المساجد قد طورت تحت الإشراف الهندسي للدولة وبتوفير التكلفة بالجهود الذاتية. افتتحت اليوم وزارة الأوقاف عدد 77 مسجدا و 15 مسجدا إحلالا وتجديدا. هذه الحصة نال محافظة الدقهلية منها نصيب 18 مسجدا على مستوى المحافظة بنيت بالجهود الذاتية وتحت الإشراف الهندسي لوزارة الأوقاف، ومنها ما أقيم على نفقة الوزارة كاملا هندسيا وماليا.